اليوم متابعين اكيد معكم بمحطاتنا، وهلا صار معنا جيل توب. معنا اليوم بطل خارق في الاستوديو اسمه مهدي مقلد، عمره 8 سنين بس. رح ننتقل لعنده مع جون. يعني انا بدي اعرفكم عن مهدي. كيفك مهدي؟ ليه تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. و 8 سنين بيرفع شو؟ بتعمل ترفع اوزان؟ وش كمان بتعمل مهدي كرياضات؟ في عندي مدرب برايفت بيعلمني سباحه وماي تاي. سباحه وماي تاي. طيب هلا حكينا لكم عن مهدي شوي، عرفتوا انه بيرفع اوزان، عرفتوا انه شاب رياضي كثير. انت بتعرف بتحب الرياضه، يعني مبين من عمرك 8 سنين كل يوم رياضه. بقى رح نحضر هلا ريبورتاج عن مهدي بالنادي عم يرفع اوزان. وبشيل 50 كيلو سكوات، وبشيل 30 كيلو متر، وفخاد بشيل 50. نحن نصير بطل العالم برفع الأثقال مثل عمي وجدي. يعني ما معقول، ما معقول مهدي، برافو. قد ايه بتشيل اوزان؟ يعني انت قد ايه وزنك؟ 37. 37، يعني عم بتشيل اكثر من وزنك كديد ليفت وكل شيء. هلا خلص الريبورتاج، عم بتقول لي عن بيك وعن عمك، هن بيتابعوك بالنادي؟ هن شجعوك على الرياضه؟ هلا بس بابا اللي شجعني، أنا اللي حبيت فوت بهاللعبة. أنت حبيت فوت لأنه عندك بيك كان بطل بالعالم العربي، بالأقوى رجل، وعمك كمان بآسيا، صح؟ وهنا عم بيتبعوك دائما كتدريبات، كيرفعوا معك الأتقال، يعني هن منظموا لك حياتك بالنادي. يعني أنت حسيت إنه أنت جاع بالك تلحق، يعني تمشي على خطاهم، يعني لأهليتك؟ أنت كنت بدك تعمل مثل بيك، أنت بدك تعمل مثل عمك؟ يعني واحد بس يكون عنده حدا بطل بالبيت بيكون حاطط صور لإله، بيك حاطط صور لإله هو وبطل أو هو وحامل أثقال؟ صورة. صورة وحدة؟ أنت هلا بدك تحط صورة هلا أكثر من صورة حده حتى تفرجيه إنه أنت كمان رح تكون بطل. ونحن رح نصير نحط صورتك مهدي بعدين فوقنا، إنه أنت عوزها رفع الأثقال. هلا شفناك عم ترفع أثقال شيء كثير ثقيل، يعني بتتبعها أنت كتاكل؟ شو بتاكل أكل يعني مهدي؟ لتضلك محافظ على اللياقه، لانه بدها شغله، بدها تغذي جسمك وبعدك صغير 8 سنين. بيض وحليب و تتروق. شو ترويقتك بتكون يعني؟ بيض. بيض؟ يعني انا سمعت بيك قال لي بتاكل مش بيضه واحده، انا تفاجأت وقت عرفت. كم بيضه بتتروق مهدي؟ 10. 10؟ 10 بيضات؟ 10 بيضات بتتروق. نايين ولا مقليين؟ بدون صفار. مسلوقين. بدون صفار، مع شو كمان؟ مع حليب. وش أفتكم؟ كل هالترويقة بس، وبعدين قبل النادي قبل ما تروح على التمرين بتاكل شيء؟ دجاج. وبعد التمرين بتاكل؟ كمان دجاج. كمان دجاج؟ وبتتغدى؟ لا. وشو بتتعشى بعدين؟
هلا دجاج بتصور غدا هيدا الدجاج. بتتغدى وبتتعشى قبل التمرين. هلا بيك عم بيتابعك بالتمرين، عم بيقول لك شو تاكل ما تاكل، هو بينظم لك اكلك؟ هلا ما بابا يكون بيشتغل، ماما اللي بتكون عم بتتابع لي اكلي و... ويعني مش دائما باكل قبل ما انام. ما دائما بتاكل قبل ما تنام. وهلا بس انا بدي اعرف بالليل كمان بتعشى مثلا مهدي؟ بتتعشى بالليل؟ مش دائما. ما بتتعشى، تنتبه. طب بالبيت بتعمل يعني كمان تعمل تمارين بالبيت قبل ما تنام، تعمل هيك اشياء صغيره بسيطه؟ ما بتحضر حالك لتاني نهار؟ بكون ما بدايق قبل ما يجي بالشغل، بقول لي جهز الحديد، مو مجهزهم، بقوم بيجي بابا بنقوم نتمرن. طب عندك اختي صغيره كان عم بيقول لي عنده مهدي كمان، اخته عمرها شهرين ونص تقريبا واسمها مروه، لازم تحملها تصير، قد ايه وزنها مروه؟ 4 كيلو. طب فيك تعمل لها تصير كمان، فيك تتمرن فيها، بتعمل لها هيك لمروه بالليل مثلا، او اذا امك تعبانه بدها تنام بتعمل لها هيك بالليل ترفعها لفوق وكذا. هلا يعني فيك ترفعني انا وجان اذا بترفع اسم الله 50 كيلو، يعني كل واحد لحاله. ثانكس كذا، ضعفتيني كثير، ميرسي. كل واحد لحاله. هلا مهدي بيك شجعك لانه هو بطل كان. هلا امك شو رايها بالموضوع؟ شو بتقول لك امك؟ ماشي. بتشجعك كمان انه تكمل فيها؟ اما دائما انتبه وانتبه لها على الولد، يعني هي رياضه ما فيها خطر. لا بس يعني بتخوف انه مثلا ما بيخافوا عليك انه مثلا للطول بالعادي بيقولوا بيبلشوا على صغر مثلا. وقت قعدنا مع مهدي قعدنا مع الوالد كله وحكينا، يعني كمان ناس اكيد سالوا هالسؤال، هن خايفين بركي انه عن الطول وعن اليوم متابعين اكيد معكم بمحطاتنا، وهلا صار معنا جيل توب. معنا اليوم بطل خارق في الاستوديو اسمه مهدي مقلد، عمره 8 سنين بس. رح ننتقل لعنده مع جون. يعني انا بدي اعرفكم عن مهدي. كيفك مهدي؟ منيح. تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. هو 8 سنين بيرفع شو؟ بتعمل ترفع اوزان؟ وش كمان بتعمل مهدي كرياضات؟ في عندي مدرب برايفت بيعلمني سباحه وماي تاي. سباحه وماي تاي. طيب هلا حكينا لكم عن مهدي شوي، عرفتوا انه بيرفع اوزان، عرفتوا انه شاب رياضي كثير. انت بتعرف بتحب الرياضه، يعني مبين من عمرك 8 سنين كل يوم رياضه. بقى رح نحضر هلا ريبورتاج عن مهدي بالنادي عم يرفع اوزان. شلت 50 كيلو ديد ليفت.
وبشيل 50 كيلو سكوات وبشيل 30 كيلو متر وفي خاد بشيل 50. نحن نصير بطل العالم برفع الأثقال مثل عمي وجدي. يعني ما معقول ما معقول مهدي، برافو. قد ايه بتشيل اوزان؟ يعني انت قد ايه وزنك؟ 37. 37 يعني عم بتشيل اكثر من وزنك كديد ليفت وكل شيء. هلا خلص الريبورتاج، عم بتقول لي عن بيك وعن عمك، هن بيتابعوك بالنادي؟ هن بشجعوك على الرياضه؟ هلا بس بابا اللي شجعني، أنا اللي حبيت فوت بهاللعبة. أنت حبيت فوت لأنه عندك بيك كان بطل بالعالم العربي، بالأقوى رجل، وعمك كمان بآسيا، صح؟ وهنا عم بيتبعوك دائما كتدريبات، كيرفعوا معك الأتقال، يعني هن منظمين لك حياتك بالنادي. يعني أنت حسيت إنه أنت جاع بالك تلحق، يعني تمشي على خطاهم، يعني لأهليتك؟ أنت كنت بدك تعمل مثل بيك، أنت بدك تعمل مثل عمك. يعني واحد بس يكون عنده حدا بطل بالبيت يكون حاطط صور لإله، بيك حاطط صور لإله هو بطل او هو حامل اثقال؟ صوره وحده. انت هلا بدك تحط صوره، هلا اكثر من صوره حده، حتى تفرجي انه انت كمان رح تكون بطل. ونحن رح نصير نحط صورتك مهدي بعدين فوقنا، انه انت عاوز رفع الاثقال. هلا شفناك عم ترفع اثقال شيء كثير ثقيل، يعني بتتبعها انت تاكل؟ شو بتاكل اكل يعني مهدي لتضلك محافظ على اللياقة؟ لأنه بدها شغلة، بدها تغذي جسمك وبعدك صغير 8 سنين. بيض وحليب و تتروق. شو ترويقتك بتكون يعني؟ بيض. يعني أنا سمعت بيك قال لي تاكل مش بيضة واحدة، أنا تفاجأت وقت عرفت. كم بيضة بتتروق مهدي؟ 10. 10 بيضات؟ 10 بيضات بتتروق. نايين ولا مقليين؟ بدون صفار. مسلوقين. بدون صفار، مع شو كمان؟ مع حليب. وش بتاكل؟ كل هالترويقه بس، وبعدين قبل النادي قبل ما تروح على التمرين بتاكل شيء؟ دجاج. وبعد التمرين بتاكل؟ كمان دجاج. كمان دجاج؟ بتتغدى؟ لا. وشو بتتعشى بعدين؟ هلا دجاج بتصور غدا هيدا الدجاج. بتتغدى وبتتعشى قبل التمرين. هلا بيك عم بيتابعك بالتمرين، عم بيقول لك شو تاكل ما تاكل، هو بينظم لك اكلك؟ هلا ما بابا يكون بالشغل، ماما اللي بتكون عم تتابع لي اكلي ويعني مش دائما باكل قبل ما انام. ما دائما بتاكل قبل ما تنام. وهلا بس انا بدي اعرف بالليل كمان بتتعشى مثلا مهدي؟ بتتعشى بالليل؟ مش دائما. ما بتتعشى، تنتبه. طب بالبيت بتعمل يعني كمان بتعمل تمارين بالبيت قبل ما تنام؟ بتعمل هيك اشياء صغيره بسيطه لحتى تحضر حالك لتاني نهار؟ بكون بابا ضايق لي قبل ما يجي من الشغل، بيقول لي جهز الحديدات، مو مجهزهم، بقوم بيجي بابا بنقوم نتمرن. طب عندك اخت صغيره كان عم بيقول لي عنده مهدي كمان اخته عمرها شهرين ونص تقريبا واسمها مروه، لازم تحملها تصير، قد ايه وزنها مروه؟ 4 كيلو. طب فيك تعملها تصير كمان، فيك تتمرن فيها، بتعمل لها هيك لمروه بالليل مثلا، او اذا امك تعبانه بدها تنام بتعمل لها هيك بالليل؟